اتسعت قائمة الدول التي تعاني من المخلفات وضمت إليها حتى الدول المتقدمة والنامية، ونحن بصدد إلقاء الضوء ومعرفة الدور المصري في هذه الأزمة. هل ترى أن الحكومة المصرية تبذل جهد كافي في حل مشكلة القمامة؟ هل ترى أن الشعب المصري له دور في حل مشكلة القمامة؟ هل تلقي القمامة في الشارع؟ هل القمامة تؤثر على صحة الشعب المصري؟ وبعد البحث والتدقيق اتجهنا إلى المواطن المصري للرد على هذه الأسئلة. لا ما افتكرش ان الحكومة مش عاملة اللي عليها يعني انها تحل المشاكل اللي فيها. لا طبعا مفيش اي حاجة اصلا الحكومة عاملها. لا في البلدية بييجوا بيعدوا كل يوم بنص الشوارع. لا خالص، المفروض ان هو كل كام متر يبقى فيه باسكت للزبالة. في مناطق اللي هي العشوائية كده ما بيهتموش بيها. شايف ان الشعب ليه دور في حل مشكلة الزبالة في مصر؟ ده هو الشعب اللي بيرمي الزبالة. ان في اماكن مخصصه للحاجات ديت ان هو يرمي فيها. ان الشعب هو اساس الطبقه الاجتماعيه اللي فوق، بنلاقي ان في ناس كتير قوي منهم بترمي الزباله. لو حد مثلا كل حاجه اللي تبقى معاه مثلا يحطها في الشنطه بتاعته لحد ما يلاقي باسكت ويحطها فيها ما يرميهاش في الشارع. بتتكلم في حاجه ثقافه، ده رقم واحد. لو هي اتغيرت بشكل متحضر مش بس الزباله اللي هتتشال، الواحد نظف من نفسه الدنيا كلها هتبقى الصراحة. لا طبعا. متأكدة. لا لا لا، ما احنا بنتنس وننضف هنا. لا خالص. عمري عمري غصب عني احيانا بصراحة، ما اقدرش. اكيد غصب عني. انا كنت بايمي طبعا. اه طبعا أكيد بيتأثر، بيأثر في الجو والهواء والمية اللي احنا بنشربها مش عارفين نشربها منين. دي بتأثر على صحة الشعب المصري كله بسبب إن احنا بنشم روائح كريهة من الزبالة وحشرات ضارة. بيأثر كمان على يعني الحتة اللي بيبقى فيها زبالة كتير والتلوث كتير، ده بيأثر كمان على الصحة. اه كفاية إن هو التلوث بتاع البصر، إن انتي كل ما تمشي تلاقي زبالة يعني كده. أنا طبيب أسنان. الويست بتاعتنا، السرنجات مثلا، النيدلز، القطن، البلود كده، المفروض ان هو بيتاخد بيترمي في سيفتي بوكسز. السيفتي بوكسز دي ممكن تفضل عندي موجوده في العياده بالثلاث اربع شهور. بعد الاستماع الى بعض من الاراء الشارع المصري توصلنا الى حل هذه الازمه في تضافر جهود الشؤون المعنيه والقضاء على مشكله المخلفات وإلزام الشارع بالطرق القانونية للمحافظة على الجهود من كلا الطرفين الحكومة والشعب.